تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. قرار جمهوري يعفي بندغر ويعين معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء. برنامج الأغذية العالمي يبدي استعداده لتوسيع مشروع التغذية المدرسية ليشمل المعلمين في اليمن. محافظ حضرموت يهنئ رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك ونائبه سالم الخنبشي. المحافظ البحسني يوجه بتقديم الدعم والمساعدة لأبناء المديريات الشرقية المتضررة جراء الحالة الجوية، ويجري اتصالا بمحافظ المهرة ويوجه بسرعة إرسال قافلة إغاثية عاجلة. إعصار لبان يتسبب في انقطاع الإنترنت عن المهرة وتضرر شبكات الاتصالات. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نشرة مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. صدر يوم أمس قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لعام 2018 ميلادية بشأن تعيين رئيس للحكومة فيما يلي نص القرار. قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لعام 2018 بشأن تعيين رئيس للحكومة، وذلك بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 من نوفمبر 2011، ونتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية وتعثر الأداء الحكومي في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد وخصوصا انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد. تم إقرار الآتي من المادة رقم 1: يعفى الدكتور أحمد عبيد بندغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء ويحال للتحقيق. المادة 2: يعين الأخ الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء. المادة 3: يعين الأخ الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي نائبا لرئيس مجلس الوزراء. المادة 4: يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم. المادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 6 من شهر صفر من العام 1440 للهجرة الموافق 15 من أكتوبر من العام 2018 ميلادية. الدكتور معين عبد الملك سعيد وزير الأشغال العامة والطرق منذ 2017 شغل بقرار جمهوري منصب نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية لمتابعة برنامج الدعم السعودي في مجال دعم البنك المركزي بالوديعة ومنحة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء وتنسيق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات، كما كان قد شغل منصب نائب وزير الأشغال العامة والطرق منذ أكتوبر 2015 حتى مايو 2017، عضو الوفد الحكومي للمشاورات السياسية في جنيف 1 و2 والكويت، تولى مهام مقرر لجنة صياغة الدستور اليمنية بعد انتخابه من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور في مارس 2014، تولى رئاسة فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة في الحوار الوطني، إضافة إلى عضوية لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من مارس 2013 حتى يناير 2014، أستاذ مساعد بقسم العمارة والتخطيط بكلية الهندسة من مواليد مدينة تعز عام 1976، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط في يوليو 1998 كلية الهندسة جامعة القاهرة، حصل على درجة الماجستير في نظريات العمارة والتصميم فبراير 2002 كلية الهندسة جامعة القاهرة،
حصل على درجة الدكتوراه في العمارة ونظريات التصميم في مارس 2010 كلية الهندسة جامعة القاهرة. عمل بدءا من عام 1998 ميلادية في المجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، وساهم ضمن فريق من المختصين في تصميم عدد من المشروعات في سيناء وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية. انضم لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار بدءا من عام 2003 كمدرس مساعد، وقدم مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط استشارات لمشاريع متنوعة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية. كما شارك كاستشاري مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية ما بين عامي 2005-2004 في إعداد الدراسات التخطيطية للقطاعات التسعة في البحر الأحمر والبحر العربي، وإعداد دراسات القطاعات الاستثمارية لتعتمد بعد ذلك من رئاسة الوزراء، إضافة إلى تقديم أوراق عمل خاصة بالتخطيط وتنمية الجزر اليمنية وقطاعات المدن الجديدة. حصل على درجة أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بجامعة ذمار في أكتوبر 2010 كمحاضر في نظريات العمارة، إضافة إلى مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي. قدم مع مجموعة من الاستشاريين عددا من الدراسات المتخصصة في التخطيط والعمران، قام بدراسة والإشراف على عدد من المشاريع في عدة مدن يمنية في قطاعات عدة، ومنها قطاع الإسكان والتطوير الحضري في مدينتي صنعاء وعدن. أعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس عن تقدير الحكومة اليمنية لبرنامج الأغذية لاستئنافه مشروع التغذية المدرسية في اليمن في سبتمبر من العام 2017، والذي يعتبر من المشاريع الهامة لدعم الأمن الغذائي في اليمن، ويستفيد منه الآلاف من الأطفال في المدارس. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمير عبد الله، والذي بحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والبرنامج. كما طالب لملس من البرنامج توسيع عمله ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 3 ملايين مستفيدا، وكذا تضمين المدرسين في المشروع باعتبارهم جزءا من العملية التعليمية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق مع الحكومة الشرعية في التخطيط والتنفيذ لكافة المشاريع. من جانبه، أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التزام البرنامج بمواصلة دعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، مبديا استعداد البرنامج وتفاعله مع مقترح توسيع مبادرة التغذية المدرسية، واستعداد البرنامج للتعاون مع الهيئات الأممية والدولية الفاعلة في هذا الشأن. هنأ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين المحسني رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور معين عبد الملك سعيد، الذي صدر قرارا جمهوريا بتعيينه يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية المشير الركن عبد رب منصور هادي. كما رفع محافظ حضرموت أيضا تهاني لعضو مجلس الشورى محافظ حضرموت الأسبق الدكتور سالم أحمد الخبشي لتعيينه في منصب النائب لرئيس مجلس الوزراء، والذي صدر هو الآخر قرار جمهوري بتعيينه يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية. وتمنى محافظ حضرموت لرئيس الوزراء ونائبه التوفيق في مهامهم في قيادة الحكومة الجديدة وتحقيق نجاحات كبيرة في كافة المجالات. إلى ذلك، وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني بتقديم الدعم والمساعدة والمساندة اللازمة والعاجلة لأبناء مديريتي الريدة وقصيعر والديس الشرقية التي تعرضت لتأثيرات المنخفض الجوي العميق. وأمر محافظ حضرموت قوة من رجال الأمن والشرطة والدفاع المدني برئاسة المدير العام العميد الركن منير التميمي بالتواجد فيها لحين انتهاء الخطر. وأفاد محافظ حضرموت بأنه قد نتج عن المنخفض الجوي الذي ضرب المديريات الشرقية بالمحافظة إصابة 10 مواطنين ومحاصرة 7 آخرين نتيجة تدفق السيول، تم إنقاذهم جميعا حتى هذه اللحظة، وحدوث أضرار كبيرة بالبنية التحتية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تدفقت من الأودية والشعاب.
أجرى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتصالا بأخيه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت للاطمئنان على أوضاع المحافظة وأبنائها جراء تأثيرات الحالة المدارية التي ضربت المحافظة مؤخرا وتسببت بإحداث أضرار كبيرة وبالغة. وأبدى محافظ حضرموت لأخيه محافظ المهرة استعداد حضرموت بالكامل وأبنائها لتقديم كل أوجه المساعدة والعون اللازم لأهلهم في المهرة ووقوفهم إلى جانبهم حتى يتم تخطي هذه الكارثة. ووجه البحسني الجهات المعنية بالمحافظة بسرعة إرسال قافلة إغاثية عاجلة لأبناء المهرة للتخفيف من معاناة أبنائهم والوقوف إلى جوارهم. وفي سياق متصل، تسبب إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة بتوقف خدمة الإنترنت جراء الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة الاتصالات وانقطاع كابلات الألياف الضوئية بين مديريات المحافظة. وأوضح مدير فرع مؤسسة الاتصالات بالمهرة محمد بكريت أن محطات يمن موبايل انقطعت في جميع مديريات المحافظة باستثناء محطة يمن موبايل في مديريتي سيحوت والغيضة، وتضررت الشبكات الداخلية من كبائن وأيضا بعض المباني الاتصالات والأبراج في عموم مديريات المحافظة. وأكد أن الأضرار التي تسبب بها إعصار لبان كبيرة والإمكانيات محدودة، مؤكدا أنهم بحاجة إلى فريق دعم متخصص من خارج المحافظة بشكل عاجل لعمل حلول وإصلاحات وإعادة الخدمة للمواطنين. سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة برية تحمل على متنها 125 طنا من السلال الغذائية الأساسية لمساعدة أبناء محافظة المهرة جراء العاصفة المدارية لبان. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن المركز أرسل 100 خيمة و8 أطنان من السلال الغذائية و1500 بطانية و200 بساط من مستودعات المركز في الداخل باليمن، ستصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى محافظة المهرة. وأضاف بأن المركز جهز 20 طنا أيضا من السلال الغذائية تحملها الطائرات من نوع C-31 بالتعاون مع قوات التحالف، بالإضافة إلى فريق من المركز، حيث من المتوقع إقلاع الطائرات في حال تحسن الأجواء. وتهدف هذه المساعدات إلى رفع المعاناة عن مئات الأسر التي تضررت إثر العاصفة المدارية لبان. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز العناوين. قرار جمهوري يعفي بندغر ويعين معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء. برنامج الأغذية العالمي يبدي استعداده لتوسيع مشروع التغذية المدرسية ليشمل المعلمين في اليمن. محافظ حضرموت يهنئ رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك ونائبه سالم الخنبشي. المحافظ البحسني يوجه بتقديم الدعم والمساعدة لأبناء المديريات الشرقية المتضررة جراء الحالة الجوية، ويجري اتصالا بمحافظ المهرة ويوجه بسرعة إرسال قافلة إغاثية عاجلة. إعصار لبان يتسبب في انقطاع الإنترنت عن المهرة وتضرر شبكات الاتصالات. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وإياكم إلى الختام، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.